أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث، نناقش فيها أبعاد توقيف موكب عسكري إماراتي في شبوة يحمل أسلحة نوعية بعد أيام من توقيع اتفاق الرياض. قال مصدر أمني إن قوات الأمن أوقفت موكبا تابعا للقوات الإماراتية في مديرية جردان في الطريق المؤدي إلى عتق عاصمة محافظة شبوة. وأضاف المصدر أن الموكب كان قادما من معسكر بالحاف إلى معسكر العلم التابع للنخبة الشبوانية المدعومة إماراتيا، وبحوزته أسلحة وذخائر وصواريخ حالة حرارية وقناصات غير تلك المبلغ عنها. وذكر أن الأجهزة الأمنية لديها معلومات عن وجود مخطط لأعمال الفوضى واستهداف المنشآت الحيوية والمصالح العامة ونقاط الجيش والأمن. يأتي ذلك بعد نحو أسبوعين من اتفاق الرياض الذي يفترض أن الإمارات أحد رعاته، وبعد نحو شهر من إعلان أبو ظبي انسحابها. هذه المستجدات من شأنها إثارة العديد من الأسئلة حول حقيقة الدور الإماراتي بعد اتفاق الرياض، وعن صدقية انسحابها وطبيعة تواجدها في بالحاف وغيرها من الموانئ والمرافق الحيوية. نناقش هذه التساؤلات وغيرها في سياق الحلقة مع ضيوف الحلقة بعد متابعة التقرير. بعد أقل من أسبوعين على توقيع اتفاق الرياض، وعلى بعد نحو شهر من إعلان الإمارات انسحابها العسكري من اليمن، أوقفت نقطة أمنية موكباً عسكرياً إماراتياً على مدخل عتق عاصمة محافظة شبوة بحوزته أسلحة غير مرخصة. وفقاً لمصدر عسكري، فإن الموكب العسكري الإماراتي كان قادماً من ميناء بالحاف متجهاً إلى معسكر العلم التابع للنخبة الشبوانية المدعوم إماراتياً. أوضح المصدر لقناة بلقيس أن التحالف كان قد طلب السماح بمرور الموكب الإماراتي الذي يحمل أسلحة خفيفة لزوم الحماية، إلا أن رجال الأمن عند التفتيش اكتشفوا أن الموكب كان يحمل كمية سلاح غير مرخصة، كان يريد تمرير أسلحة وذخائر وصواريخ حرارية وقناصات وإيصالها لأتباعهم في معسكر النخبة التابع للمجلس الانتقالي. ثمة أسئلة أثارها الحادث تتصل بنوايا أبو ظبي تجاه اتفاق الرياض وطبيعة تواجدها في الموانئ والمنشآت الحيوية، وكيف يمكن قراءة هذا الفعل من الإماراتيين الذين يفترض أنهم من رعاة الاتفاق وضامنيه. مراقبون اعتبروا ما جرى فضيحة تؤكد رغبة أبو ظبي عن سبق إصرار في إفراغ اتفاق الرياض من مضمونه، وفي سياق تعزيز الفوضى في النسيج اليمني سياسياً وعسكرياً، الأمر الذي يستدعي موقفاً سعودياً باعتبارها الراعي الأول لاتفاق التسوية، ولا بد من إثبات جديتها في معالجة أسباب الصراع. إذن نبدأ النقاش مع ضيفي من الدوحة الكاتب والمحلل السياسي نجيب اليافعي. سيد نجيب، مساء الخير. مساء النور سيد نجيب. في أي سياق تضع ما جرى في شبوة من اكتشاف لشحنة الأسلحة التي كانت متجهة إلى النخبة الشبوانية؟ في اعتقادي أن علينا أن نفكر جديا في هذه المرحلة، خصوصا بعد اتفاق الرياض، وهو اتفاق سعودي إماراتي على مسألة مهمة جدا، وهي ترتيب الجنوب بحيث يتم إقصاء أطراف سياسية معينة. ونحن نتحدث عن القيادات التي وقفت ضد مشروع تقسيم اليمن، خصوصا في جنوب اليمن، نتكلم عن الميسري ورفاقي، وأيضا نتكلم عن إزاحة حزب الإصلاح من هذه المنطقة الجغرافية المهمة التي تريد الإمارات أن تكون هي من تبسط سيطرتها في هذه المنطقة من الجزء المهم بالنسبة لليمن وبالنسبة للعالم الذي يتطلع إلى هذه المنطقة المطلة على المحيط الهندي والخليج العربي. الإمارات لا زالت حاضرة وبقوة، ومن الغلط ومن الخطأ الاستراتيجي أن نتحدث باستمرار عن انسحابها. هي تركت وراءها المجلس الانتقالي، وهو أداة وذراع عسكري سياسي إماراتي أنشأته بمالها وبخبرائها ومختصيها، ولا زالوا هم الذين يحضرون. ما حصل هو أن السعودية رتبت مع الإمارات مسألة عدن لاحي أبين بحيث تكون بيدها وبإشراف إماراتي، والإمارات لا زالت تشرف على هذا الملف، وبالتالي الخطورة المحدقة لا زالت على محافظة شوة الرئيسي. ذلك أن الإمارات والسعودية يعرفون جيدا أن بقاء شبوة
خارج سيطرة الإمارات والسعودية، وخارج هذا المشروع التفتيتي والتقسيمي الذي ترعاه السعودية والإمارات بشكل مباشر. يعني أن جوا ستكون ذراع اقتصادي ومالي مهم لإقليم جوا، وأيضا سيكون سندا كبيرا بالنسبة لمحافظة مأرب، وهذه المناطق تسعى السعودية والإمارات إلى تفتيتها بشكل مستمر، وما حصل فيه هذا اليوم ويأتي ضمن هذا السياق وضمن هذه الاستراتيجية الإماراتية السعودية الخبيثة فيما يتعلق بجنوب اليمن. قلت بأن الإمارات لم تنسحب والإمارات لم تنسحب فعلا كما قلت، لماذا بالتالي لماذا إذن تنادي بالمحافل بأنها انسحبت؟ الإمارات تتحرك وفق البروباجندا التي تحاول من خلالها تقديم نفسها وتسويقها على أنها دولة راعية للسلام، بينما هي دولة راعية لتشتيت وتقسيم اليمن. للأسف الشديد هي تتحرك في اليمن ولا زالت تحت غطاء من الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي ومن الأحزاب السياسية والمستشارين الذين يحيطون بهادي، والذين رغم كل ما فعلته الإمارات وأيضا رغم كل الخيانات التي تقوم بها السعودية ضدهم ورغم كل ما تقوم به السعودية حاليا من فتح قنوات اتصال مباشرة مع ميليشيات وعصابات الحوثي، نشاهد أنهم لازالوا يبيعونهم بالتقسيط، ولكن الرئيس هادي والأحزاب لازالوا يتواضعون ويسكتون ويصمتون على ما يجري وعلى ما يحصل. وبالتالي أعتقد أن الجيش الوطني والقيادات الوطنية في مأرب وفي جبوة وما تبقى من المحافظات وخصوصا تعز لازالوا في قلب المعركة وفي قلب العاصفة. نعم، أرجو أن تبقى معي سيد نجيب اليافعي، ينضم إلينا من شبوة عضو مؤتمر الحوار الوطني مقبل لكراش. سيد مقبل مساء الخير. سيد مقبل لو تسمعني. ألو. نعم، هل تسمعني الآن؟ نعم، مرحبا. مرحبا، مساء الخير. يا مساء النور. سيد مقبل، معروف أن النخبة الشبوانية المتواجدة في معسكر العلم هي أو هم من شباب شبوة، بالتالي لماذا يقبلون أن يكونوا أدوات لجولة جديدة من الصراع ربما في محافظتهم برأيك؟ في البداية أقدم بالشكر والتقدير لطاقم قناة الجيد. شكرا لك. وأحب أن أوضح يعني حول واجب النخبة الشبوانية في معسكر العلم، لأن ذلك ليس من اليوم بل منذ فترة يعني لعدة سنوات. الحقيقة يعني القبول بأن يكونوا الجنود مع دولة الإمارات العربية المتحدة هو جاء نتيجة يعني الظروف التي تحيط بالمجتمع اليمني ككل، نتيجة للظروف المادية، ويعني طبعا من حب اي انسان يبحث عن لقمه العيش، لكن بما لا يضر الوطن. هنا اصبح الجندي في النخبه يتلقى اوامر مباشره من دوله الامارات، وليس للسلف يعني لا باللجنه الامنيه الذي يعني شرعيه الرئيس عبد الرب منصور هادي، من يتكلمون اليوم ويترنون على شرعيه الرئيس عبد الرب منصور هادي عليهم من يقولون انهم بالامس هم انقلبوا عليها في محافظه عدن، وما تلاها من احداث ادين الى شبوه الى اخر الكلام. يعني تقول الجوع يقودهم لقبول مثل هذا الدور. طبعا الظروف الماديه هي تحكم الانسان الى جانب التعبئه الخاطئه التي اوجدت في يعني اذهان البعض حول يعني قضيه الجنوب. فالكل يعني استغل هذا الوضعين واستطاع ان يعبي يعني الشباب بافكار وهميه، حتى يعني ان الشاب اصبح يعني حينما تاتيه في نقطه يعني من النقاط التابعه للنخبه الشبوانيه خلال المرحله الماضيه وتبرز الضغط يقول لك انا غير معترف بهذه الشرعيه، طيب اذا ما اعترفت بمن انت جيتي هنا؟ يقول لك انا تبع التحالف تبع الامارات. إذا من جاب الإمارات؟ من جاب يعني مثلا دول التحالف؟ هي الشرعية، يقول لك لا أنا مش معترف بها. هذا الكلام يقودنا إلى مسؤولية السعودية كقائد.
أين تكمن مسؤوليتها؟ كيف تفسر تعاملها مع هؤلاء بهذه الطريقة؟ كيف يعيد السؤال مرة ثانية؟ هذا يقودنا للسؤال عن دور السعودية في هذا الدور كله. ما الذي تقوم به السعودية؟ لا يعرف التدبير أن السعودية هي يعني المسؤولة، يعني هي قاعدة في التحالف أولاً وقبل كل شيء. المملكة العربية السعودية هي مسؤولة بقضايا أكثر منها، قضايا يعني جبهات الشمال ويعني أمور دولية أخرى. موقف السعودية في هذا الاتجاه هو لا يختلف كثيراً عن موقف الإمارات. وأنا في التدبير أن الصانع لهذه المشاكل الحاصلة في يعني جنوب اليمن هي يعني دولة الإمارات إلى جانب رضا التحالف عنها. طيب سيد مقبل، ولو عدنا للحديث عن معسكر العلم، على أي أساس تم إعادة وتسليم هذا المعسكر رغم ما حصل من معارك سابقا؟ أليس من المفترض أنه تحت قيادة أو إشراف المحافظة وقيادتها؟ هذه معسكر ليس خاضع لقيادة المحافظة ولا اللجنة الأمنية في المحافظة، وهو معسكر استفد يعني لدولة الإمارات العربية المتحدة، يعني تقاعد تطلب منها. يعني ما حصل في الآونة الأخيرة يعني بأنه يعني هناك مجموعة تقريبا حوالي كم تصريح يعني عربتين واثنين أطقم في الدخول إلى عتب، وصولا إلى معسكر العلم الذي يبعد عن عتب حوالي 30 كيلو. ففوجئت حراسات النظام لأنه هناك خمس عربات وخمس أطقم محملة بأسلحة، طبعا أسلحة خطيرة جدا، منها الصواريخ الحرارية، منها أيضا أسلحة قناصة، ومن قلبها يعني من منطقة بالحاص إلى العلم. هذا يدل دليل قاطع بأنه هناك عملا ما، يعني تريد الإمارات القيام في محاضرة شبوه لزعزعات الأمن والاستقرار، وهذا ما يشكو منه كل أسبوعين. أنت تتحدث إذن عن أو توافق المعلومات التي تتحدث عن مخطط يهدف إلى نشر الفوضى في المحافظة، برأيك ما الذي يجب فعله لمنع تنفيذ هذا المخطط؟ أنا في تقديري أنه أي مخطط يعني ينشا لزعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة الجنوبية هو طبعا لن يرى أحد غير دولة الإمارات وحلفها. فاما بقيه القوى السياسيه وشرعيه الرئيس عبد الرب المنصور هذه هم عاملين جهد كبير جدا في يعني تضميد الجراح ويعني اصلاح ما قد اخرب، الا انه ذلك حال دول تجاوب يعني دوله الامارات وحلفائها نحو يعني العمل على اصلاح ما يعني ما قد تم تخريبه، وبناء دولة يعني أو وضع أسس لبناء دولة حديثة. نعم سيد مقبل لكراش، عضو مؤتمر الحوار الوطني، كنت معي من شبوة. أعود لضيفي سيد نجيب، لو كنت تسمعني، هناك مخطط يهدف لزعزعة أمن واستقرار شبوة يوافق عليه ضيفي السابق، ما رأيك بذلك؟ المخطط لا زلنا في قلب المخطط ولا زلنا في قلب المعركه، ولا زالت الامارات تحيك كل خططها مع السعوديه لتقسيم اليمن يعني قطع قطع. نشاهد الان لن يسكتوا على مساله محافظه شبوه ولن يسكتوا على محافظه مارب. اذا حصل هناك كما يجري الان اتفاق بين الحوثي بين عصابات الحوثي وبين السعوديه، سنجد بشكل مباشر ان السعوديه سترتب مع الامارات مساله الساحل الغربي للمجرم طارق محمد عبد الله صالح، ستسلم مسألة مأرب لتكون تحت قصف الحوثي من صواريخ ومن طائرات مسيرة. بالنسبة لشبوة وبالنسبة أيضا لمأرب لا زالت في قلب المعركة، ولا زالت الإمارات متواجدة وبشرعية من الرئيس هادي وبشرعية وبتواطؤ من السعودية، وبالتالي من يعتقد أن الإمارات ستسكت فهو مغفل. يعني لدينا مشكلة كبيرة في قيادة محافظة شبوة وفي قيادة محافظة مأرب وفي قيادة الجيش الوطني، ونحن نشاهد هذه السذاجة وهذا
وهذا شيء غريب، كيف يتعاملون مع ما يحصل من اختراقات أمنية؟ يعني يفترض أن كل من يتعاون مع الإمارات يصنف ضمن مسألة الخيانة الوطنية، ويكون الجانب الأمني هو رقم واحد، لا ينبغي أن يترك مثلا معسكر العالم ولا أن تترك بالحاف في أيدي الإمارات تتصرف فيها كيفما تريد. ينبغي على محافظة مأرب وعلى محافظة شبوة إذا أرادت أن تستقر أن تحدد مسار المعركة في التعامل وبشكل صارم مع الإمارات ومع السعودية، وأن تكون لنا سيادة وطنية محترمة داخل جيش محترم، وأن تقف أمام هذه المخطط. بعد اتفاق الرياض سنشاهد الآن كيف سيتم يعني تفتيت المناطق اليمنية تباعا. سنشاهد الآن الإمارات كيف تتعامل مع الحوثي، سيد نجيب السعودية كيف تتعامل مع الحوثي. نعم سيد نجيب، قلت خيانة وطنية، وقبل قليل في مداخلتك الأولى أيضا قلت بأن الإمارات تهدف لتقسيم اليمن تحت غطاء من الرئيس هادي، على ماذا تستند في قولك؟ طبعا اتفاق رياض، ماذا نسمي اتفاق رياض؟ بعد أن يقصف الجيش الوطني وبشكل مباشر ويذهب ضحيته أكثر من 300 بين قتيل وجريح على 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 مدخل محافظة عدن، شاهدنا كيف أن الرئيس وأن مستشاريه والأحزاب كلهم صمتوا على ما حصل في الإمارات، رغم كل المظاهرات التي خرجت، رغم منادات قيادة الجيش الوطني والقيادة الأمنية بإخراج الإمارات والإعلان الرسمي عن خروجها من اليمن، لكن هذا لم يحصل، وبالتالي هي عمليا هي تمارس كل ما تفعله بصلاحيات وبأمر مباشر من الرئيس هادي وأيضا من السعودية المتواطئة وهي رأس الحربة في مسألة تفتيت وتقسيم وتمزيق اليمن بهذه الطريقة. وللأسف الشديد نحن نفتقد إلى قيادة جيش وطني محترمة تجعل سيادة الوطن رقم واحد. كيف يتعاملون الآن مع الرئيس هادي وهو محتجز في السعودية وهو ينفذ كل ما تريده السعودية وكل ما تريده الإمارات، ونشاهد الآن كيف يتم بيع اليمن وكيف يتم التعامل مع عصابات ميليشيات الحوثي الهمجية بهذه الطريقة وبهذه الغرابة، يدخلون معهم في مفاوضات. كيف صنعوا من المجلس الانتقالي كتلة رئيسية وهو لا يمثل إلا بعض مناطق محافظة لاحجي وضالة؟ إذن بعد اتفاق على كل حال أن نحدد وعلى قيادة الجيش الوطني. نعم في هذه الحلقة ليس هذا موضوعنا. على كل حال السيد نجيب اليافعي الكاتب والمحلل السياسي كنت معي من الدوحة، أشكرك جزيل الشكر. ينضم إلينا من عدن الصحفي والمحلل السياسي عبد الرقيب الهدياني. مساء الخير سيد عبد الرقيب. مساء الخير أفنان عليك وعلى السادة المشاهدين. شكرا لك سيد عبد الرقيب. إجمالا كيف تابعت ما حدث في شبوة يوم أمس؟ التحية لك ولضيوفك وللسادة المشاهدين. ما حصل في شبوة هو استمرار لأعمال العبث والمخطط الذي تقوده دولة الإمارات العربية المتحدة في تقويض مؤسسات الدولة، في زعزعة الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة. يبدو أن الإمارات العربية المتحدة لم تأبو جهدا في عمل كل ما تستطيع فعله في زعزعة الأمن والاستقرار، في تفتيت اللحمة الوطنية، في إدماع الشارع اليمني ونشر الخراب والعبث. يعني ما حصل في شبوة هو جرس إنذار للحكومة الشرعية، لليمنيين، حتى للمملكة العربية السعودية. اليوم نحن أمام اتفاق الرياض ويجري العمل على تطبيقه على الأرض. مثل هذه الأعمال إنما تستهدف هذا الاتفاق وتضربه في الصميم، أن يتحرك موكب من بلحاف باتجاه معسكر العلم في جرجان شمال شرق عتق ويحمل أسلحة متطورة ومختلفة. يعني هذا يؤكد نية الإمارات المبيتة لصناعة الفوضى والتخريب. نحن اليوم أمام مسؤولية تاريخية، علينا جميعا أن نعمل حتى إذا أردنا الاستقرار لشبوة وللمحافظات المحررة ولليمن ولاتفاق الرياض أن يمضي قدما إلى الأمام، أن نوقف هذه اليد العابثة التي لن تتوانى في أذية اليمنيين وأمنهم واستقرارهم متى ما سنحت لها الفرصة. اليوم نحن أمام مؤشر جديد وهي قدرة الحكومة الشرعية على إيقاف هذا العبث والتصدي له من خلال إيقاف الموكب الإماراتي ويعني منعه من الوصول إلى مبتغاه، بمعنى أن الشرعية اليوم في أحسن حالاتها وقادرة على أن تواجه هذا العبث الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة.
طيب لو نتكلم عن حادثة بالضبط يوم أمس، مر الموكب بلا تفتيش من كل النقاط، يتساءل أحدهم لماذا هذه النقطة بالتحديد اشتبهت في الأمر؟ طبعا القوات أو الموكب أتى من بلحاف وتحرك وأبلغت قيادة السلطة المحلية بأن هناك موكب إماراتي يعني عادي، وأبلغت النقاط بضرورة يعني السماح لهذا الموكب بالمرور. ولكن النقطة هذه تحديدا عندما وصلها البلاغ يتنافى مع حجم القوة ونوعية السلاح الذي يحمله هذا الموكب، اشتبهت بالموكب وأبلغت القيادة أن المواصفات يعني عكس ما ورد في البلاغ، وأمرت القيادة السلطة المحلية في شبوة وأمرتها وجهتها بإيقاف الموكب، وحصل نوع من التوتر. لكن المؤشر الجميل والجديد أن اليوم لدينا قوات وطنية توقف يعني توقف بكل قوتها في رفض هذا العبث والتصدي لكل هذه الممارسات الإماراتية. السؤال اليوم يعيدنا لماذا الإبقاء على معسكر العلم شمال شرق أسد، لماذا الإبقاء على الإمارات في بلحاف وهي مؤسسة اقتصادية وطنية يعني ترسل الاقتصاد الوطني، ويجب أن يتحرك تصدير الغاز، يجب أن ينتهي نفوذ الإمارات من هذه الأماكن. اتضح خلال اليوم وخلال الأمس وخلال السنوات الماضية أن الإمارات عامل عبث وتوفير امني وفراغ ويعني اجرام وتسييرات واغتيالات، وبالتالي على الحكومه الشرعيه ان تقطع هذه اليد وان تخاطب السعوديه بشكل مباشر. نحن اليوم امام اتفاق ويجري تسويه الارض وهناك تعاون من قبل جميع الاطراف، اذا لماذا يسمح للامارات ان تواصل العبث والتخريب؟ بالضبط، هذا بالنسبة للإمارات. لو عدنا وتحدثنا عن السعودية، لأن الأخبار متداولة حول أن السعودية هي الطرف الذي اتصل بالجانب الأمني في محافظة شبوة طالبا السماح بمرور هذا الموكب بعد إيقاف الموكب والكشف عن نقله لأسلحة ثقيلة، كيف يمكن تفسير الموقف السعودي هذا؟ أقول أن يعني لا زلنا اليوم نخاطب المملكة العربية السعودية باعتبارها رئيسة التحالف وباعتبارها راعية اتفاق الرياض. من جميل اتفاق الرياض اليوم أنه وضع المملكة العربية السعودية في واجهة كانت تتوارى في الخلف، ويعني يترك المجال للإمارات أن تعبث وأدواتها والمجلس الانتقالي والحزام الامني. اليوم اتفاق الرياض يضع المملكه العربيه السعوديه في مباشره مع الشعب اليمني، اما ان تؤكد وتثبت على ارض الواقع انها تعمل لصالح الشرعيه ولصالح الهدف الذي جاءت من اجله ولصالح الامن والاستقرار وعوده الحكومه وتطبيع الحياه العامه، او انها تمارس نفس الدور العبثي الذي قامت به الامارات خلال الأربع سنوات الماضية. اليوم الكرة في ملعب المملكة العربية السعودية، وكما انتفض اليمنيون ورفعوا صوتهم ضد الإمارات في الداخل والخارج، لن يترددوا في ممارسة ذات الدور. ونؤكد أن موقف المملكة العربية السعودية أكثر حرجا في الداخل وفي الخارج، وعليها أن لا تدفع اليمنيين إلى هذه القناعة. طيب ماذا بعد هذا الاكتشاف؟ ما الذي يمكن فعله من قبل الشرعية لمنع تكرار ما حدث؟ الواجب اليوم على الحكومة الشرعية أن تستغل هذه الحادثة وهذه الواقعة الواضحة مكتملة الأركان، وأن تطلب بإخلاء تواجد القوات الإماراتية من بلحاف وإخلاء معسكر العلم الواقع شمال شرق عشق، أو أن تتواجد فيه. هناك قوات إماراتية كثيرة تتواجد في هذا المعسكر، وهناك قوات من النخبة المحزومة في شبوة تجمعت إلى هذا المكان، ويبدو أنها تدير التخريب والعبث من هذا المعسكر. بالتالي على الحكومة الشرعية أن تستغل هذه الحادثة وأن تتحرك بكل قوتها وبكل الأدوات حتى ترفع يد الإمارات من هذه المناطق، لأنها أصبحت بعد اليوم عامل تخريب ودمار وعبث. أشكرك جزيل الشكر، كنت معي من عدن الصحفي والمحلل السياسي عبد الرقيب الهادياني.
مشاهدينا نكتفي بهذا القدر، شكرا لحسن متابعتكم، هذه تحياتي وتحيات معد الحلقة وديعطة وكافة الطاقم، إلى اللقاء.